تعالوا ننتقل إلى موضوع آخر. آه، إحنا زمان كان عندنا حاجة اسمها آه، عيد عيد القطن. وكان عندنا مسابقة جمال القطن. وكان يتغنى للقطن فاكرين كان في أغنية يقول لك يا دهب يا أبيض أنا مش منحفظ مش محافظ مش مثلا بتحفظ الأغاني بسرعة يعني. والست ليلى مراد الله يرحمها يا رب غنت دور يا موتور. يا اللي بتلعب احسن دور من مصانع كانت تعمل على مساله الغزل والنسيج وما الى ذلك مصر عندها قطن من اجود ومن افضل ان لم يكن الافضل على مستوى العالم ودون مبالغه وهو امر اظنه معروف في العالم كله القطن المصري هو القطن رقم واحد على مستوى العالم هو القطن اللي بيطلب بالاسم هو القطن اللي بيتحط له ارفف كده يعني او سكشنز او قطاعات في المحلات الغاليه قوي 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 في اي حته في العالم تلاقي كده عليها يافطه مكتوب عليها بيور ايجيبشن كوتن قطن مصري نقي يا سلام فيش قطن في الدنيا بتكتب عليه كده القطن بتاعنا احنا بس طيب حصلت امور كتير لقينا مساحات القطن بتتقلص حصلت امور اكتر لقينا في اهمال لمصانع الغزل والنسيج وما الى ذلك تيجي مصر تشتغل من 2014 على حاجتين بالتوازي ازاي نقدر نعيد للقطن المصري قدراته وسمعته وسمعته حلوه طب انا عاوز يبقى موجود كتير في السوق هل انا صدر القطن خام ولا صنعه اي حد في الدنيا عارف انه اي عمليه تصنيعيه بدءا من بدايات التنقيه زي ما بيتقال كده عشان زي الرمله البيضه انتوا عارفين السيليكا دي مثلا يعني بيجرى عليها عمليات تنقيه السيليكا اللي عندنا دي حاجه تانية خالص وهنا يذكر ويشكر للرئيس انه منع تصدير الرمله البيضه دي الرمله اللي بيتعمل منها السولار بليتس او الالواح الشمسيه بيتعمل منها ال دي المايكرو تشيبس او اسمها ايه مايكرو تشيبس يعني ايه يا جماعه معلش احنا خدناها طول عمرنا بالانجليزي الشرائح الالكترونيه شديده الصغر حلوه الترجمه دي والله العظيم ايه معامل ترجمه انيس عبيد فهنا ارجع اقول لك مصر اشتغلت على المحور الزراعي اللي هو زيادة المساحات المزروعة بالقطن اشتغلت على تطوير المحالج وما إلى ذلك اللي عمليات الفرز والتنقية اشتغلت على إعادة بناء البنية الصناعية بتاعة الغزل والنسيج عملت مجمعات زي مجمعات الروبيكي وعملت إعادة بناء وهيكلة وتطوير على أحدث طراز زي ما الكتاب بيقول أحدث طراز بالمعنى الحرفي في غزل المحلة فنيجي نشوف بقى جني القطن جني القطن اللي بدا من نص اغسطس ولحد دلوقتي مساحات كبيره تم زراعتها في الفيوم بمحصول القطن في الفيوم ده على سبيل المثال ولا الحصر محصول الله اكبر بسم الله ما شاء الله مبشر الى ابعد الحدود حلو بيدي بقى المحصول ده بيرمي قد ايه؟ الفدان بيرمي من 8 ل 12 امتار، يعني احنا بنتكلم في المتوسط 10 اناطير قطن على الفدان. ليه حصل كده؟ حصل عشان عندنا مركز اسمه مركز البحوث الزراعيه، المركز ده بيقعد يشتغل طول الوقت على تطوير المحاصيل، ازاي اقدر ارفع الانتاجيه واحسن من جوده المنتج. احسن الجوده وازود الانتاجيه فتعامل كده في الاطفال كل كنت بقول لكم انا شفت قطن وانا لي والله وزير الزراعه ربنا يا رب يديله الصحه مع الوزير سيد القصير قطن ملون وهو رجل غير مبالغ يعني وده بجد فبقول له ايه ده قطن ملون يعني احنا بعد كده هيبقى في عندنا قطن ملون مش هيحتاج للصباغه قال لي بص هو ده في الاطار البحثي، لسه ما عملنالوش انتاج اقتصادي، اه احنا نجحنا في ان احنا يبقى في عندنا قطن ملون وراني العينات بتاعته باللوز بتاعتها يعني، هي اسمها اللوزه بالمناسبه، يعني مش اللوز دي، هي اسمها كده، تبقى يعني ظهرت القطن يعني، فكان في قطن بقى لونه بيستاج اللي هو فستقي وقطن بيج وقطن روز اللي هو الزهري الوردي اللطيف ده. حلو؟ فقال لي لا لسه بقى لما يخش في المرحله الاقتصاديه دي قصه ثانيه. وهنا برضه تشوف العقل كده وال حاجة عظيمة بصراحة أنا بحب الراجل ده وبحترمه قوي قوي المهم طيب وزودنا الإنتاجية بتاعة المحصول القطن المصري الدهب الأبيض هو في حق. يا خبر أبيض هو في في حلاوته ولا جماله وهو المحصول الصحي علشان خاطر تقدر تلبس القميص ده, ده تخيل القميص ده القميص ده قميص يعني غالي مستورد بصراحة طيب ما جبتش قميص آه 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 مصري ليه؟ الله ما انا اللي جبته مراتي اللي راحت جابته لي. انا احب الحاجه المصري او اه والله العظيم. المهم ده بقى بيور ايجيبشن كوتن ولاد الذين الاجانب في اوروبا ياخدوه ويصنعوه، طب مش احنا اولى بالترلملم ده؟ اولى ونص طب عندنا ايد عامله عشرة على عشرة عندنا مصانع فل الفل بقت فل الفل من 14 ل 22 هي الدنيا بجد اتغيرت مش مصدق حقك بس تعال اتفرج وهتصدق